بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ساءت الأحوال في مدين، وانتشر الفساد بين الناس، فكثر الغش وتفشى الكذب، وساءت أحوال العباد، فما عاد أحد يأبى المجاهرة بالمعاصي. وهكذا كان حال الجميع، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. وكلما أراد نبي الله شعيب عليه السلام أن يعظهم وجد منهم التكذيب، فلما أصر على دعوته ما كان منهم إلا الترهيب والوعيد له وللذين آمنوا معه. حسبكم يا رجال، اتركوا الرجل وشأنه، فلا حاجة لنا الآن للدماء. أما أنت يا تابع شعيب فاذهب إلى سيدك وأخبره بأن يلتزم بيته وليتوقف عن نشر دعوته بين الناس، وإلا كان لنا معه شأن عظيم. اذهب إلى حال سبيلك، اذهب. لماذا فعلت ذلك يا قحطان؟ إن أتباع شعيب لهم عندي ترتيب آخر إن لم ينتهوا ويرجعوا عما هم فيه. نخشى أن تنتشر دعوتهم بين الناس يا قحطان. وأنا أشد منكم خشية، فإن شعيبا ودعوته بالنسبة لي هي العدو الأول. وماذا إن عاد لفعلته هذه في الغد وراح يدعو الناس لاتباع شعيب وترك دين آبائنا وأجدادنا؟ أندعه حينها يا قحطان؟ هذا ما تأمرنا به يا سيد مدين؟ لن يجرؤ أحدهم على أن يدعو الناس جهرا بعد اليوم، ولا حتى نبيهم المزعوم. سأضيق الأرض عليهم حتى يختنقوا في بيوتهم. إذن بماذا تأمرنا الآن يا قحطان؟ عليكما بمراقبته، فإن جد جديد أبلغاني. تريدنا أن نترك دين آبائنا وأجدادنا ونستمع لك؟ فمن تظن نفسك؟ أم هذه الصلاة التي تصليها قد أصابتك بالجنون؟ يقول شعيب: أنا لم آمركم بشيء إلا وسأكون أول من يفعله، ولن أنهاكم عن شيء إلا وسأكون إن شاء الله أول من يتركه منكم، فلما لا تصدقون كلامي؟ يا قوم، يا أهل مدين، لقد رضيت عنكم الآلهة وباركت لكم في أرضكم وتجارتكم وزروعكم، حفظت أرواحكم
وأرواح أبنائكم من الشياطين. يسرت لكم الحياة في المأكل والمشرب والمسكن، إلا أن هناك من أغضب الآلهة وأثار سخطها، وأخشى أن ينالكم نصيبا من غضبها. فلقد انتشرت دعوة شعيب في الأسواق، فاتبعه السفهاء من الناس، وهؤلاء السفهاء لا خوف منهم ولا عليهم، ولكن إن أنتم تركتم دعوته تنتشر بين الناس، فإن غضب الآلهة سيحل عليكم لا محالة، لا محالة. فاتقوا غضبها يا أهل مدين، وأخرجوا شعيبا من مدينتكم، طهروا مدينتكم ممن كفر بآلهتكم وسفه منها. فمدين منذ القدم ما كانت ترضى لدينها بدلا، وأهلها ما كانوا ليكفروا بدين آبائنا وأجدادنا ويؤمنوا بدين شعيب. هذه رسالة الآلهة إليكم، فإياكم والتهاون، إياكم والتهاون. فبماذا تأمرنا الآلهة يا سيدة النذور؟ أخبرينا. بالقضاء على دعوة شعيب ومن معه، فلا يكون له رجعة، لا يكون له رجعة. أخبرني يا مارق، ما هي أحوال مدين وما الجديد فيها؟ كما هي يا سيدي الأزرق، لا جديد سوى غضب أهلها على شعيب ومن معه. من معه؟ أو آمن أحد بما يقوله شعيب؟ نعم سيدي، قلة من الرعاة والفقراء الذين لا وزن لهم في مدين. ألم ييأس هذا الرجل من دعوته هذه؟ فكم سمعنا وسمع الناس له دون أن يؤمن به أحد، فلماذا هذا الإصرار إذن؟ يدعي بأنه رسول من الرب، وأن هناك دار آخرة وجنة ونارا، ويدعو الناس لفعل الخيرات ويحذرهم من الآثام والمنكرات. وهل يكون للحياة طعم بلا آثام ومنكرات؟ أي دعوة هذه التي يدعوها هذا النبي المزعوم؟ ألا يعرف طبيعة أهل مدين؟ وماذا فعل أهل مدين به وبمن آمن معه يا مارق؟ يتوعدوه في كل يوم بالطرد من المدينة هو ومن معه إن لم يرجع عن دعوته ويؤمن بآلهة مدين. وهل قبل بهذا العرض؟ لم يقبل، بل ما زال يسير بين الناس يدعوهم دون يأس. عجيب أمر هذا الرجل، يبدو أن عقاب مدين سيلحق به قريبا. أحقا ما سمعنا يا قحطان؟ هل منعت الناس حقا عن قتل تابع شعيب؟ لا نريد دماء الآن يا فارد، يكفينا أن نحذرهم أولا، فإن لم يرجعوا عما يدعون الناس إليه نالوا منا ما يستحقون. ولكننا كنا سنرهبهم أكثر إن قتلنا أحد تابعي شعيب. أخشى أن تنتشر الفوضى بين الناس، ونحن ما زلنا نلملم آثار ما فعله قطاع الطرق. ولكن دعوة شعيب هي أخطر علينا من قطاع الطرق يا قحطان، فبدعوته تبور تجارتنا وتضيع سيادتنا، وهذا ما لا نقبله على أنفسنا. صدقت يا فارض، صدقت،
فهذا ما أراه أنا أيضا، وأخشى أن تصير دعوته حقيقة نراها في القريب. على رسلكما، أتعتقدان بأنني لا أفقه ذلك؟ إلا أن التعامل مع شعيب لابد أن يكون بحذر. زاد التضييق على نبي الله شعيب عليه السلام هو وكل من آمن معه، فراح أهل مدين ينصبون لهم العداء بالليل وبالنهار، يحاربونهم في أرزاقهم، ويمتنعون عن البيع والشراء معهم، ويهددونهم بالقتل في العلن، حتى ظن المؤمنون بألا مخرج لهم من هذا البلاء. فأخذ نبي الله شعيب عليه السلام يصبرهم ويخبرهم بأن هذا هو نهج المؤمنين في كل زمان ومكان، وأن الله أعد لهم عظيم الجزاء بما صبروا، وأنه سيفرج كربهم ويبدل لهم أحوالهم، ثم ينزل عذابه على القوم الكافرين. ما هي أخبار شعيب ومن معه؟ ما زال يصر على ما هو عليه، بل يزداد عدد من يتبعه من أهل مدين. غريب أمر هذا الرجل، ألا يدرك ألا سبيل لنصرته؟ يدعي بأنه نبي من الرب الخالق. أي نبي هذا؟ وأين دليل نبوته؟ أيحاول أن يخدعنا هذا الرجل بمثل هذه الأساطير؟ سحقا له ولمن معه. إذا أصر على عناده فسيحل عليه غضب مدين. إذن فلنجلس ونشاهد، فيبدو لي بأن هناك أمرا عظيما سيحدث. لقد قتلناه، قتلنا شعيب وانتقمنا لآلهتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Thank you.